لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد باب البناء. البناء يعني فضيلة أن يكون البناء على قدر الحاجة، وكراهة أن يزاد في البناء، لأن ذلك من أشراط الساعة وعلامة قرب خراب الدنيا، أن يزخرف الناس بيوتهم ويهتموا بها فوق حاجتهم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد ابن أبي فديك عن محمد ابن هلال أنه رأى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد مستورة بمسوح الشعر، فسألته عن بيت عائشة فقال كان بابه من وجهة الشام، فقلت مصراعا كان أو مصراعين؟ قال كان بابا واحدا. قلت من أي شيء كان؟ قال من عرعر أو ساج. إسناده صحيح. يعني بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويسكن فيها أزواجه، كانت مبنية أو مسقوفة من جريد مستورة بمسوح الشعر، يعني بتاع الغنم والماعز ونحو ذلك، كانت فيها من الزهد والبساطة ما لم يكن في بيوت الناس بعد ذلك. يقول كان باب البيت كان قبل الشام، يعني عكس القبلة، وكان مصراعا أو مصراعين، يعني زي ظرفة ولا ظرفتين. فقال كان بابا واحدا، وهذا كله من الزهد الذي كانوا فيه. من أي شيء كان؟ قال من عرعر أو ساج، هذا الخشب الذي نوع الخشب الذي جعل منه جريد مسقوف بجريد مستور بمسوح المائز ونحو ذلك، مسوح الشعر، ويعني وله باب واحد من خشب. وهذا يدل على شدة التواضع، ويدل على الزهد في الدنيا وعدم الاكتراث بالتزيين. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشع المراحيل. قال إبراهيم يعني الثياب المخططة. المراحيل هي صور الرحال، الرحال التي توضع على ظهر الإبل. فكان يعني عندما يريدون تزيين ثوب وينقشونه نقشا من ألوان مختلفة تزيينا له، يعني يجعلون عليه صور الرحال. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا مرحلا، يعني ثوبا عليه صور الرحل، الرحال اللي هي الخشبة اللي تحط على ظهر الباين. فكان ده كان حاجة يعني عظيمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يزينونها ويلونونها مثل ما تلون الثياب المخططة وترسم عليها الرسوم. وصار في زماننا أن مثل هذا النوع من التزيين يعتبر متأخرا، هناك ما هو أعلى منه أشد، ويهتم الناس بأنواع الفخامة، توضع يعني الزينات على البيوت، يعني من زجاج
جص والجبس وغير ذلك من أنواع الزينات التي الفخامة والمعادن التي تجعل البيت مزينا أكثر مما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاما لهؤلاء الذين يبنون بيوتا يلونونها ويوشونها وشي المراحيل. هذا قاله على سبيل الذم، وأن لن تقوم الساعة حتى أحدث ذلك، فهو من أشراط الساعة، نسأل الله العافية. باب قول الرجل لا وأبيك، يعني جواز ذلك طالما لم يكن على سبيل الحلف، وإنما كلمة تقال للتوكيد خرجت عن أصل معناها وبنائها اللغوي من صيغة الحلف إلى أن يكون المقصود منها التوكيد، فليس هذا من الحلف بغير الله على أصح أقوال أهل العلم في تأويل هذه الأحاديث، وذلك لأن الحلف غرضه التأكيد وهذه غرضها التأكيد، لكن الحلف يكون فيه تعظيم للمحلوف به. جرت العادة عند العرب باستعمال بلى وأبيك، نعم وأبيك، لا وأبيك، لا يقصدون به الحلف بالأب، وإنما يقصدون التوكيد المجرد. فإذا كان كذلك لم يكن ذلك يمينا ولا كان حلفا بغير الله، مثل ألفاظ كثيرة غيرت عن أصل وضعها اللغوي، استعملها العرب في معان قريبة من أصل المعنى لكن دون قصد، مثل ثكلتك أمك للتنبيه، يعني نوع أحيانا في الزجر، ويحك أيضا لمثل ذلك، ويلك وويحك، ثكلتك أمك، رغم أنفه، وتربت يمينك، تربت يداك، هذا كله مما غيروه عن أصل معناه فاستعملوه هذا الاستعمال الأوسع في التوكيد دون القصد، فلا يدخل في النهي عن الحلف بغير الله لأنه ليس حلفا أصلا. وبعض أهل العلم يقول هذا منسوخ، وأن ذلك كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، وليس بصحيح لأنه لا يوجد تاريخ يثبت ذلك. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أفضل أجرا؟ قال أما وأبيك لتنبأنه، أما وأبيك لتنبأنه، يعني وأبيك لأخبرنك، أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يعني في مرض الموت وعند الاحتضار جعلت تتصدق وجعلت تقول لفلان كذا ولفلان كذا من الأموال، وقد صار المال لغيرك قد كان لفلان من الورثة، لأنك بلغت الروح الحلقوم توشك أن تموت، أنت تصدق وأنت صحيح شحيح صحيح البدن، لست في مرض الموت ولا في قربه، وشحيح بخيل تريد أن تدخر وتخشى الفقر ولذلك تدخر وتأمل الغنى وتأمل الغنى، هذا في رجاء حال الإنسان في تلك الحال، فأنا يتصدق على تلك الحال وهو عنده خوف من الفقر وعنده رغبة في الغنى، وإمساك المال يحقق له الغنى في أسباب الظاهرة، فهذا أفضل الصدقة، ليس أن ينتظر عندما يفقد الرغبة في المال لعدم انتفاعه به فيتصدق عند ذلك، فلا يكتب له عند الله.
أما إذا تصدق قبل مرض الموت فلا شك في الإجزاء، ولكن أفضل الصدقة أن تكون وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. الشاهد من الحديث قوله أما وأبيك لتنبأنه، كما ذكرنا هذا ليس قصدا للحلف، وإنما تجري على اللسان من غير تعمد، فلا تكون يمينا ولا منهيا عنه. زيها لعمري ما أتم الله حج امرئ لم يطف بين الصفا والمروة، لعمري كذا، المقصود بها التأكيد أيضا وليس اليمين. باب إذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدحه، ولا يمدح من عنده الطلب والحاجة. إذا طلبت فاطلب طلبا جميلا، ولا تذل نفسك، ولا تكثر من مدح من تطلب منه، فإن ذلك يضره بلا شك، يقطع عنقه. فإياك أن تستعمل هذا الأسلوب، كما أن كثرة المدح عند الحاجة يؤدي إلى أن يتصف الإنسان بالذلة والعيلة، الاحتياج إلى الآخرين، ويكون مدحه وثناؤه مبنيا على تحقيق المصلحة الدنيوية التي يذم المدح عند الرغبة في تحصيلها. المؤمن يمدح شيئا يسيرا إذا احتاج إلى ذلك للشهادة بالحق، وليس أنه يعني يمدح مبالغا فيه أو يمدح مدحا فيه كذب وباطل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا، فإنما له ما قدر، ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هنا قال فليطلبها طلبا يسيرا، لا تجعل همك في شيء بعينه، لا ترى غيره، ترى أنك تسعد إذا حققته وتتعس إذا لم يتحقق لك، ليس الأمر كذلك. الأمر يسير في الدنيا بأسرها، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولا تظن أن حاجتك هذه دائما فيها سعادتك، فقد يكون فيها حتفك، كما في الحديث الآتي قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي المليح ابن أسامة عن أبي عزة يسار ابن عبد الله الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها أو فيها حاجة. هذا صحيح، يعني قد تكون حاجتك التي تطلبها وتحرص عليها هي سبب هلاكك، يقدر الله عز وجل للعبد أرضا حاجة بأرض لأنه قدر هلاكه هناك، لأن أجله هناك. إن الله إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة، يبقى الحاجة دي لم تكن لأجل أن تتحقق لك، ولكن لأجل أن تقبض في الأرض التي جعلت لك فيها هذه الحاجة. سبحان الله، فلماذا يتعلق قلبك وتطلب طلبا شديدا؟ تقول ادعي لي ربنا حقق لي هكذي، ادعي لي ربنا حقق لي هكذي، يا رب نعمل هكذي، انت مش عارف ان الكلام ده ممكن يكون ايه ضرر عليك. فانت اطلب طلبا يسيرا فانما له ما قدر، ولا ياتي احدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره، لانه يؤدي الى فتنه هذا الممدوح بالامراض، امراض
العجب بالنفس ومرض الاغتيال والفخر على الخلق والاستعلاء عليهم، كل ذلك من أعظم المخاطر. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بقطع عنق الأخ. ينبغي على الإنسان أن لا يذل نفسه وأن لا يكون عنده العيلة والمسكنة، بل يكون عزيز النفس. إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا، فإنما له ما قدر له، ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. ويحك قطعت عنق أخيك، هنا قال فيقطع ظهره، فالمدح في الوجه قطع للظهر وقطع للعنق، نسأل الله العافية. لا تجد هؤلاء المداحين خصوصا مع المبالغة، لا تجدهم مخلصين، نسأل الله العفو والعافية. باب قول الرجل لا بل شانئك. ألفاظ تعودوا عليها انتشرت في لغة العرب، فيها بعض الدعاء ما كان قبل ذلك كان على سبيل التوكيد، هنا يلاطف صاحبه و يعني يدعو له بأن يهلك الله عداه. قال حدثنا موسى قال حدثنا الصعق قال سمعت أبا حمزة قال أخبرني أبو عبد العزيز قال أمسى عندنا أبو هريرة رضي الله عنه فنظر إلى نجم على حياله، قصاده بص كده النجم بعين، فقال والذي نفس أبي هريرة بيده ليودن أقوام ولو إمارات في الدنيا وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم ولم يلو تلك الإمارات. يعني لو كانوا متعلقين مش في السقف عند النجمة يكون أهون عليهم من السؤال والحساب على الإمارة والرياسة وحقوق العباد والأعمال، مثل عمل مثلا جمع الأموال كجمع الزكاة أو جمع الخراج أو الشرطة أو يعني القيام على الناس ببعض أمور الولايات. لا يودن أقوام ولو إمارات في الدنيا وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم ولم يلوا تلك الإمارات ولا تلك الأعمال. ثم أقبل علي فقال لا بل شانئك. بل يعني بقى طري وندي، ده كناية عن الحياة، اللي بيموت بينشف. ها تقول ايه؟ بل مبلول من البلال المبلول، يعني اللي هو حي وطري وندي رطب. لكم في كل ذات كبد ايه رطبة اجر، يعني ايه كل ذات كبد رطبة؟ حية، مش كده؟ لان الحياة معها مية، مش كده؟ شانئك يعني مبغضك، لا نافية يعني ايه لا بل شانئك، يعني ايه؟ يعني ربنا يموت اللي بيكرهك، ما يبقاش عنده ما يبقاش رطب، ما يبقاش عنده كبد رطبة، ما يبقاش عنده ما يبقاش مبلول، ها؟ يجيله جفاف ويموت، صح كده؟ شانئك يعني عدوك، بيبقى واحد بيلاطف واحد يعني بيحسن معاه الكلام. فأبو هريرة بيقول لأبو عبد العزيز بيقول له لا بل شانئك، أكل هذا ساغ لأهل المشرق في مشرقهم؟ كان في ظهر أحداث فيها فتن. قلت نعم والله، قال لقد قبح الله ومكر. لقد قبح الله ومكر، ده كلام أبو هريرة بقى. قبح الله وجوه هؤلاء الذين ارتكبوا الفتن
ومكر بهم سبحانه وتعالى، فيمكرون ومكر الله، والله خير الماكرين. قال: فوالذي نفس أبي هريرة بيده ليسوقنهم حمرا غضابا كأنما وجوههم المجان المطرقة. المجان جمع مجن، الترس، المطرقة اللي مضروبة بالمركبة بعضها فوق بعض، اللي هم اللي الرسول أخبر عنهم الترك. نعم. قال: فوالذي نفس أبي هريرة الذي لا يسوقنهم، يعني ربنا هيسلط عليهم اللي إيه هؤلاء الترك حمرا من كتر الغضب محمرين، بيشبه وجوههم في الحمرة بالحمر الإيه، لكن واحد مغضب وشه حمر جدا، هي وشوشهم كده أصلا. هؤلاء التتر ونحو ذلك الذين وقع ما أخبر أبو هريرة: ليسوقنهم حمرا غضابا، يعني الترك دول هيتسلطوا عليهم كأنما وجوههم المجان المطرقة، اللي هي جعلت بعضها على بعض، تروس على بعضها على بعض، وقفة كده، مجان مطرقة، حتى يلحقوا ذا الزرع بزرعه وذا الضرع بضرعه، يعني الناس هتهرب منهم وتسيب اللي كانوا ساكنينه في المدن ويدوروا في الهرب منهم إلى الزروع أو إلى الأماكن التي فيها الماشية في الجبال والصحارى، والصحارى اللي هي المراعي ونحو ذلك، هروبا من هؤلاء. الناس سوف يخرجون من البداوة والقرى ويسكنون الأمصار الكبيرة، يأتي هؤلاء الذين يسوقونهم حمرا غضابا حتى يطردونهم إلى إيه؟ إلى ما نشأوا منه من البوادي والمراعي والقرى والزروع البعيدة من خوف هؤلاء. وقد كان كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه حمرا، لا هي مش كان كده الظن، هي بتبقى حمرا بقى، الحمر بقى جمع أحمر، يكونون حمرا ذوي غضب شديد. وورد حديث قتال الترك في ذلك كثير. الترك بالته اللي هم التتار، الترك طلع عليهم في القرن الساعة. ما هو الرسول أخبر أنه هيحصل، إمتى ما يعرفش، بيخاطب الموجودين، يعني أنتوا قرب يطلع عليكم، فأنتوا اتقوا الله في عشان الفتن اللي تحصل دي، ربنا يسلط عليكم إيه هؤلاء. سبحان الله، ناس بتستطيل المدد يعني، ولكن سبحان الله حدث وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة، بس أبو هريرة فعلا مات قبل الستين. قال: كان يقول أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. ويقول: قال المهلب: إنما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان عليهم بالفتن. وقال غيره: كان أهل المشرق يوم وقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهل كفر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية، فكان كما أخبر، فإن الفتن كانت من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة، بدعة الرافضة وبدعة الخوارج لأنهم كانوا في العراق، والقرامطة أيضا، والترك التتر، وكذلك يظهر المسيح الدجال بين الشام والعراق وهو في جزيرة من قبل المشرق، هو في جزيرة من قبل المشرق. شيخ،
ذكر فيها ما كان من جهة الشرق. العراق شرق، العراق شرق الجزيرة، شرق شرق مكة ومدينة ضمن هؤلاء، ضمن ما وهذه الكلام ده طبعا مبني على وقوع الفتن، وليس أنه مبني على مجرد المكان أو أي حاجة تطلع من الشرق تبقى كلها باطلة. وسيلمة الكذاب خرج من الشرق، نعم القديانية والبهائية ظهرت من خبر الشرق، لكن هذا لا يعني أن كل من كان في الشرق ما هو. لما بنقول أهل البحرين الذين بقوا على الإسلام عند الردة كانوا من أهل الشرق بالنسبة للمدينة، ده مش معنى ذلك أن كل حاجة شرقية عشان يقولوا مثلا الدعوة الوهابية من قبل الشرق يبقى هي دعوة إيه؟ فتنة. لا ما يلزمش. ولا كل حاجة غربية تبقى إيه؟ تبقى حسنة. عكس إحنا الغرب دلوقتي نعاني منه أكثر من الإيه؟ من الشرق يعني. الغرض المقصود أن هناك فتن كثيرة من قبل الشرق. الحديث فيه ضعف لكن له شواهد متعددة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.